كل يوم معنا الآن اثنين من أبناء أسرة من الأسر العريقة في الإسكندرية، أسرة المرحوم النجم المتألق محمود بكر. أستاذ محمد بنرحب بيك، وبنرحب بيك يا أستاذة ياسمين. ده شرف لينا وشرفتوا اسكندرية ونورتوها. أستاذ محمد، خلينا نقول طبعا يعني ذكريات جميلة للبعض في الإسكندرية ومصر. الكل يعرف ان الكابتن محمود بكر نجم كوره، نجم التعليق، رئيس النادي الاولمبي، طبعا باع طويل من المسميات وباع طويل من المناصب، ولكن البعض يغفل ان الكابتن محمود بكر رحمه الله عليه كان من ابطال حرب اكتوبر، ابن المؤسسه العسكريه. والله هي دي الناس كلها تغفلها الا في ايطاليا 90، حرب العميد والعقيد. كابتن جويني الله يرحمه مع بابا، وطلعت حرب العميد والعقيد عشان الاتنين كانوا بيحبوا بعض قوي. طب مين اللي يطلع الاول، مين اللي يذيع ماتش مصر الاول؟ بابا كان في اوغندا في 1066، اخر 66 67، جالهم تعليمات بعد ماتش اوغندا وهو جاي ياخد احسن لاعب في افريقيا، وجاب جون بدماغه من على ال 18. جه استدعى كل الضباط بما فيهم كابتن حماده امام طبعا لان هو كان زميل، ان هم يرجعوا عشان حرب 67، ورجعوا عن طريق النهر، وطبعا انضموا للقوات. وبابا راح حرس الحدود، قوات حرس الحدود في البحر الاحمر، كابتن حماده امام، وبعدين حرب 67، حرب الاستنزاف، لغايه حرب 73. كان بابا مشارك في الثلاث حروب دول، 67 حرب الاستنزاف، 73. كان بابا بيحاول يحكي لنا مدى التزام الجيش والتزامه كضابط في الحياة العسكرية علشان يربينا على انتمائنا للأرض. بيقول لك إن الأرض دي تمنها عمرنا، فبلاش تفرطوا في الأرض دي. حتى لما كان كل سنة تيجي 6 أكتوبر أو يجي يستدعوه أو يجي مثلا استدعى من الرئاسة ان انت هتحضر احتفالات اكتوبر او وكان بيروح كان بيرجع في حالة مختلفة تماما عن الطبيعي، بيعيد الذكريات. 6 اكتوبر بالنسبة له كانت الحياة. يعني يمكن هو حكى لمحمود ابني، حكالي ان عارف يعني ايه نبقى واقفين على الجبهة وانت مش عارف انت هترجع ولا لأ، تعدي ما تعرفش، انت شايل رقبتك على كفك ومبسوط. في فرق كبير ما بين ناس بتبقى رايحه متقدره، وواحد بيقول لك لا دي ارضي، ما ده عرضي، مش محدش هيجي هنا. فبابا كان في البحريه الاول عشان يلعب كوره مع الفريق السنه عزت. خليني اسالك فيها محمد، يعني برضو ناس كتير كانت تغفل ان الكابتن محمود بكر رحمه الله عليه يعني شارك مع القوات البحريه وشارك ايضا مع حرس الحدود، سلاحين. هو دخل في القوات البحريه مع الفريق سليمان عزت، رئيس نادي الاولمبي. طبعا رئيس نادي الاولمبي، وهو اللي خلى النادي الاولمبي في دمه. وكان اسمه السواحل، كان الاول النادي اسمه السواحل. فدخل القوات البحريه عشان يلعب كوره، وابتدى مع الفريق سليمان عزت، قال له طب خليك في القوات البحريه كمل، الى ان التحق بالحرس الحدود في 67 لما رجعوا من اوغندا، وكمل لغايه 73 حرس حدود. وده طبعا الناس ما تعرفش ان هو من البحريه راح حرس الحدود، بس يعتبروا الاثنين قريبين من بحر من بعض. يعني حرس الحدود ده هو بيخدم على القوات البحريه برضه. يمكن بابا كان في ليه اللي فيه شظيه في رجله، محدش يعرف الموضوع ده برضو من حرب 73. وطبعا عمي نبيل كان هو قدوته، الله يرحمه ويسامحه يا رب، الله يرحمه ويسامحهم يا رب. زاد بقى هو بعد يعني بعد 77 طلب ان هو يخرج على المعاش واترفض، وقبل 81، قبل وفاة السادات، قبل استشهاده، اتوافق له ان هو يتقاعد. يعني احنا ما كناش هنعمل جنازة عسكرية، اللي طلب ان احنا ان هي تبقى جنازة عسكرية المنطقة الشمالية والقوات البحرية تكريما له، تكريم ليه.
وكان الكلام ده كله اترتب في اقل من ساعه، وكانت مفاجاه لينا كلنا. النقاط البحريه اتبلغت ان لازم يحصل كذا ولازم يحصل كذا، وطلع رئيس المنطقه الشماليه وقائد القوات البحريه وجم، كتر خيرهم يعني وبشكرهم جدا، واتعملت جنازه عسكريه لوالدي. يا رب ان الاهالي يعلموا ولادهم ان الارض ملهاش ثمن. ارضنا دي اتروت بدم شهداء، سواء في الحروب سواء في الثورات. استاذ ياسمين، خلينا نقول طبعا ابنه الراحل محمود بكر البطل العظيم والكابتن الكبير، طبعا الحياه العسكريه موجوده في البيت على الرغم من انه ملك الافيهات وملك القفشات، ولكن اكيد كانت حياه عسكريه موجوده في البيت. احكي لنا عن طبيعه حياته في البيت. طبعا يعني بابا الله يرحمه كان شديد جدا، كان لازم الكلمه كاننا بالظبط يعني في كتيبه، كاننا في الجيش. كان في التزام جامد جدا حتى مع اخواتي الولاد في حاجات كتير لا يمكن. احنا كنا يعني بابا يقول الكلمه وكانه يعني احنا عايشين مع ضابط فعلا، كل حاجه مرتبه، حياته مرتبه. صعب جدا ان بابا تقوله لا عند بابا، دي يعني صعبه شويه. ما حكالكوش حاجه من ذاكره الحرب يعني؟ مثلا ما جمعتكوش قاعده مثلا حكى حاجات من ذاكره الحرب معاكم؟ بص، هو في الحقيقه يعني بابا من كتر سفره كتير وان هو اغلب الوقت كان في القاهره مش هنا، يمكن مثلا انا اكتر حاجه عشتها مع بابا سفره في الكوره، او من ساعه ما كان لاعب مثلا كان يقعد يحكي لنا اكتر، يمكن عشان اولادنا كان دايما يقعد يحكي لنا، عشان ولادنا كان يقعد يقول لهم اما كان بيلعب كوره وبدا ازاي وحياته كانت ازاي، وان هو كان ظابط فعلا. بالمناسبه احنا لينا عم شهيد اسمه نبيل الوقاد. طبعا كان اول شهيد في اليمن طبعا. أيوة حرب اليمن. فعلا. رحمه الله عليه. يعني في ناس كتير جدا يعني ما تعرفش الموضوع دوت. يعني بالنسبه للحياه العسكريه هي دي كانت بالنسبه لنا بقى في البيت مع بعض. داخل يعني البيت. من ناحيه حياتنا احنا اتعلمنا ازاي نبقى منظمين، ازاي نبقى عندنا اراده، عندنا ان احنا نوصل لهدفنا فعلا. تربيه الشخصيه العسكريه بالظبط. فعشان كده بقول لحضرتك يعني بابا في الاثنين يعني رحمة الله عليه. الله يرحمه.